وبقول لك الحمد لله على السلامه، ويعني جيتي بعد فتره غياب طويله، ويعني متهيألي كان بسبب انك انت كونتي اسره وبقى عندك ولاد. هيدا الشيء حقيقي صح؟ مظبوط. ايه اللي خلاكي بقى تقرري ان دلوقتي الوقت مناسب انك ترجعي تاني؟ ضغوطات. لا والله ضغط علي، يعني لقيت تشجيع كتير من ناحية الغناء، لقيت تشجيع كتير من إيهاب لمعي جوزي تأرجع. أنا كنت كتير حابة فترة اللي كنت فيها بالبيت ومع أولادي، يعني شعور الأمومة ده كان بالنسبة لي غالي قوي، أنا استنيته كتير طبعا، وربنا رزقنا بميكاييلا. كانت طبعا ميكاييلا دي حياة ماما وبابا. كنت حابة أعيش المرحلة دي من كل قلبي. بعدين جوفاني طبعا يعني من بعد المشكله اللي صارت معه بقلبه اول ما تولد، كمان انا حبيت اكثر احتضنه وكون حده لحد ما هو جسمه يقوى كمان ويصير شوي اكبر. بعدين ايهاب قال لي انه ناس ناطرتك، ناس بتحبك، ناس لازم تشوفك تاني ولازم ترجعي. بالظبط. واولادك لازم يعرفوا ماما بتشتغل ايه كمان، عشان طبعا هم بالنسبه لهم بنتي ما تعرفش انا بشتغل ايه، دي اول مره تشوفني على التلفزيون النهارده. وانتي على فكره انتي ما قررتيش الاعتزال يعني؟ لا خالص، انا بس كنت واخده بريك عشان انا احس ان انا جنب ولادي. طبعا طبعا. وده شعور انا بحييكي عليه، لان مش كل الناس بتاخد قرار زي كده. انا عايز تحيه كبيره لمايا نصري على يعني على انتوا فاهمين انتوا بتسقفوا على ايه ولا يعني؟ يعني انا عايز اقول على مساله الايه الديديكيشن او مساله تخصيص وقت، واحده كانت ناجحه جدا وكان نجمها طالع جدا وفجاه قررت انها تعتزل الاضواء وتقعد تربي ولادها، فطبعا ده انا عايز احييكي عليه جدا يا مايا. انا بشكرك، بس انا كمان عايزه احيي كل ام قادره ان هي تكون مع اولادها وفي شغلها بغض النظر عن الفن، انا بتكلم بشكل عام. تحيه كبيره لكل ام قدرت ان هي توفق بين الاثنين، تحافظ على الشغل، لان ده برضو يعني دايما ايهاب بيقول لي الست تقدر تعمل حاجات كتير. طبعا. ومش معناها ان بقى عندها اولاد حياتها انتهت، ده بالعكس، ده حياتها ابتدت طبعا، هنا بتبتدي واولادها بيدوها القوه، فانا بحييه على ده، وهو يعني هو اللي خلاني انا بجد نفسي ارجع. طبعا ده شيء حلو. ده غير الضغوطات اللي جاتي بقى من استاذ كبير هاني رمزي والاستاذ هاني ويليام المنتج. ان انا هم شايفيني في الدور مع في الفيلم اللي حضرتك منورنا فيه. على فكره فيلم قصتي بيوجعني. ايه القسط بيوجعني ده؟ اصل فعلا القسط بيوجع جامد كل الناس. الدين ده ان الانسان يبقى حياته كلها بالقسط، دي حاجه بتوجع جامد. ده على فكره حاجه متهيألي ما اتعملتش قبل كده، مساله ان يبقى يعني فيلم بيتكلم عن 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 الديون والاقساط، وانت طبعا لما اتعرض عليكي الموضوع ما قدرتيش ترفضي عشان استاذ ايهاب. بص انا رفضت، مش يعني ما اكدبش عليك عشان ابقى صريحه، انا من اول ما ابتدوا هم يقولوا لايهاب اسمي، انا كان بالنسبه لي ده مستحيل ان انا اسيب الاولاد ازاي. يعني كان صعب عليا جدا. بس بعدين قالوا لي لا مايا انت يو كان دو ات، تقدري تعملي ده، تقدري ان انت تحققي ذاتك وفي نفس الوقت تكوني ام. وانا هنا بوجه ايه كلمه شكر كبيره قوي، ومهما قلت شكرا مش هيكفي، لماما، لان ماما هي اللي قاعده لي مع الاولاد وهي اللي بتهتم بيهم. يعني انا بالنسبه لي لو شلتها فوق راسي طول العمر ما بقاش بوفيها اللي هي بتعمله معايا. واحنا لازم نحييها برضه، لو بتتابعنا ماما دلوقتي لو بتتابع يبقى لازم نحييها. ومساله ان الابن او الابنه يعترفوا بجميل الامهات او الابهات، الحقيقه ده يدل على ان انك انت، بوجه كلامي لام مايا نصري، عرفتي تربي، هو ده اللي انا اقصده يعني بجد. ربنا يخليك، ربنا يخليك. طيب شوف انا ماما وبابا يعني ربنا كده ايه عملها كده، ربنا، انا ساكنه في الدور الفوقيهم على طول في لبنان. فماما وبابا حاضنين اولادي بطريقه حلوه جدا، حتى لما ايهاب بيبقى في مصر وانا في لبنان مهتمين جدا وما بيحسسونيش ان انا ايه لوحدي.
فدايما معايا بابا وماما. على فكره انا احب اقول لك ان انا نفسي تربيت في بيت يعني احنا كنا ساكنين فوق وجدي وجدتي كانوا تحت، وكنت بتمنى ان انا انزل ابقى بقضي الوقت معاهم لان هم كانوا يعني بصراحه حنينين يعني اكتر بصراحه يعني كانت ما انا بربي بعدين ماما يعني على طول بتروح بتدلع بيدلعوا هم بيبقوا عندهم حاله ضعف ناحيه الحفيد يعني حتى اعز من الولد ف وهم دلوقتي تلاقيهم دلوقتي اكيد هم مفتقدين البنوته وابنك. ماما معايا، بابا كل شويه بيكلمنا عشان يشوف ميكايلا وجوفاني يعني. مفتقدينهم فعلا. انا ولادي كمان بيعملوا جو صريخ بقى، وانت عارف الاطفال ربنا يخلي اولاد الناس كلها. طب هم واخدين يعني الولاد يعني طالعين واخدين ايه من ابوهم واخدين ايه من امهم؟ لا هم ابوهم ولا هم ابوهم يعني هم ابوهم والله صدقني يعني هم انا كنت لسه بولد يعني وطلعوا خدوا ميكا مني فلقيت ماما بتكلمني على الموبايل وانا لسه في اوضه العمليات تقول لي ماما قديش بتحبي ايهاب؟ فقلت لها ليش يا ماما؟ قالت لي اصل البنت باباها بالظبط. ما هو دايما وجوفاني انت لو تشوف ايهاب شايل جوفاني ما تفرقش كتير شبه بيون. وبعدين انا عشان بفتخر بايهاب جدا وبثقافته وبعقله وبكل حاجه فيه ومحبته وقلبه انا فرحانه جدا ان هم شبه باباهم بالظبط. اتمنى ان حتى عقلهم يطلع زيه كمان. لا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. انتوا يعني يمكن اللي بيتفرج علينا يمكن ما عرفش ظروف جوازكم يعني كان يعني جوزتوا عن حب ولا عن ايه يعني؟ ما هو ما كانش ينفع الا عن حب أصلاً. لا يعني ممكن يعني شخصيه ايهاب ما كانش ينفع الا عن حب اصل ما تقدرش تشوفه ما تحبوش. فهو أكيد يعني هو حبني ما اعرفش هو يقول لكم انا ماليش دعوه. هو ممكن لو كلمنا لا تتكسفي ازاي ما خلاص بقى دلوقتي الحمد لله بقى في عيال وبقى في بس واضح ان في قصه حب يعني حصلت مش جواز تقليدي ده اللي عايز اقوله. لا مش تقليدي وانا اصلا كنت فتره يعني تواجدي في مصر بالنسبه لي كانت كنت عامله حاجز كده ان انا جايه اشتغل ويبقى عندي صحاب ومش عايزه اي حد يعني عارف لما بتبقى بعيد وبنت فمش عايزه حد يقول اي حاجه كمان تعطلك. لا يعني انا فعليا كنت مهتمه جدا بسمعتي لان انا ما بحبش حد يقول كلمه عني بتضايق يعني عايزه اهلي يفضلوا مفتخرين بيا طبعا. فلما تعرفت على ايهاب هو بعت لي فيلم ورحنا اتقابلنا فاهو ايهاب اهو ايهاب استاذ ايهاب لمعي طبعا مخرج سينمائي معروف وهو المخرج الفيلم الجديد اللي هتشارك فيه النجمه مايا نصري قصتي بيوجعني وان شاء الله بطوله هاني رمزي ويبقى فيه يعني حاجه حلوه قوي استاذ حسن حسني وناس كده طبعا معانا وانا في الفيلم بقى ربنا بقى معايا لا بقى انت منورنا طبعا شكرا والله ربنا يسهل هتبقى تجربه كده جديده والواحد يعني ما اخبيش عليكي الواحد برضو لما بيخوض تجربه كده جديده يعني انا طلعت قبل كده كمذيع او كاعلامي بس عشان الواحد يطلع في فيلم ويعمل دور مع ناس كبار فاكيد برضو في مسؤوليه بس حضرتك طبعا يعني لا ولا انا عارفه ان ولا هيبقى في توتر ولا حاجه مفيش داعي للمجامله وانا مش مجامله ولا حاجه خالص بالعكس طب بالمناسبه انت يعني بتتكلمي عن الفيلم او مسموح لك تتكلمي في الاعلام عن الفيلم ولا مش عايزين تحرقوه؟ لا احنا ممكن نتكلم عن يعني الشخصيات والفيلم بس ما نتكلمش عن شكلي عامل ازاي عشان طبعًا بس يبقى مفاجاه لطيفه اكيد انت عامله يعني كاركتر طبعا مش قوي يعني مش قوي بس هتلاقيني متغيره يعني ليه كده